بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 26 من الكتاب 66، كتاب فضائل القرآن. باب نسيان القرآن، وهل يقول نسيت آية كذا وكذا، وقول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله من نسخ ما شاء أو تبديل حكم ما شاء. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام البخاري في صحيحه الحديث 90 بعد 5000، قال حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا. ودي من إيه؟ من أفراد البخاري، لم يروي هذا الحديث إلا البخاري بس في كل كتب السنة المعتمدة المطبوعة من أفراده. يعني هل النبي ينسى قرآن هو قاله ويتذكروا بيه واحد بيقرأ؟ شيء عجيب شوية، دي حاجة غريبة شوية، لكن يفهم منها أنه ليس من باب النسيان الحقيقي، ولكن من باب أن النبي ترك هذه الآية بقاله أيام كثيرة وبيصلي بغيرها، فذكره ان هو تركها. يبقى نسيان ترك وليس نسيان حقيقي، نسيان في الصورة فقط. زي انت مثلا ايه، قاعد انت مشغول بقراءة اجزاء معينة من القرآن وبقالك كتير او ما قريتش سورة ياسين مثلا ولا سورة تبارك، تلاقي واحد بيقرأ سورة ياسين تقول ياه ده انا بقالي اسبوعين ما قريتهاش. فهمت ازاي؟ ده انا ناسي ان انا اقراها بقالي اسبوعين. يبقى نسيان ترك وليس نسيان حقيقي، واخد بالك؟ حتى ايه، حتى نفهم، حتى لا تناقض قول القرآن سنقرئك فلا تنسى. وإلا لو كان نسيان حقيقي يبقى بتناقض صريح القرآن، وأن ايه، وما ناقض صريح القرآن ولو صحيح الإسناد يسمى ايه، شاذ، يعني لا 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 يؤبه بمعناه. يعني لو هنفهمها نسيان حقيقي ونحط نسيان حقيقي، يبقى نقول ايه، ان النسيان الحقيقي هنا واخد بالك محال في حق النبي لقول الله سنقرئك فلا تنسى. واضح؟ بعض العلماء زي ابن حجر العسقلاني في الفتح قال على خلاف ما قلت لك، قال ايه، قال لا ده هو محتمل ينسى بس بعد البلاغ، لكن لا ينسى قبل البلاغ. يبقى سنقرئك فلا تنسى قبل البلاغ، فان بلغت فقد تنسى بعد ذلك لوجود البشريه فيه وطبيعه البشر انه قد ينسى. ده كلام مين؟ سيدنا ابن حجر العسقلاني نقلا عن شراح البخاري، لكن انا مش موافقهم على الكلام ده، لكن انا اقول انه نسيان ترك وليس نسيان حقيقي، واخد بالك؟ نسيان ترك وليس نسيان حقيقي، لان النبي كان يقرا قران كثير، فربما يكون ترك هذه الايه وهذه السوره مده طويله، فلما سمعها قال يا ده انا بقالي كتير لما اقرا ايه هذا الجزء او هذه الايه. وبهذا الطريقه يبقى ما فيش تناقض بينه وبين القرآن، وفيش ايه، ولا يحتاج الى تأويل بعيد كتأويل انه هو ينسى بس بعد البلاغ، وانه مش والكلام اللي ايه اللف والدوران. لكن على اي حال هذا من ضمن الاحاديث اللي ممكن تبقى مغمس في البخاري عند المتسرعين، يقول لك شوف صحيح البخاري بيقول لك ان النبي بينسى ويفكروا اصحابه، وربنا يقول له سنقرأ قبل، ويقعدوا يشنعوا بقى. يبقى دول شويه جهله بقى، لأن حتى لو فهموا بالنسيان الحقيقي
نقول له ده حديث شاذ، صحيح الإسناد شاذ، لا يستدل به في الأحكام، يروى بس خبر وخلاص. لكن طالما يخالف صريح القرآن لا نعتقد فيه، حتى لو رواه البخاري، حتى لو رواه البخاري. أمال إيه الحديث الشاذ؟ هو الحديث الذي صح إسنادا وخالف ما هو أصح منه. والإمام البخاري التزم بصحيح الإسناد وما تكلمش بقى إيه في الشاذ أو غير الشاذ. فهمت بقى المعنى؟ وبالتالي لكن على أي حال هو ما فيهوش شذوذ، لأن النسيان قد يكون تركا وقد يكون إيه؟ نسيان حقيقي. فإذا فهمناه بنسيان الترك فده محتمل لا بأس. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبيد ابن ميمون قال حدثنا عيسى عن هشام وقال أسقطتهن من سورة كذا، تابعه علي بن مسهر وعبدة عن هشام. يعني ايه في رواية تانية أسقطتهن؟ ويبدو ان ايه أسقطتهن دي رواية بالمعنى بقى. من سورة كذا، تابعه علي بن مسهر وعبدة عن هشام. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. أنسيتها، شوف ما يقولش نسيتها، أنسيتها من باب الأدب، لأن النبي قال لا يقول أحدكم نسيت القرآن أو بئس ما يقول أحدكم نسيت، ولكن نسي. وعن أبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. ليه؟ لأن ما تنسبش إيه النسيان لك لمعنى إيه الإهمال، ولكن قل نسيت من باب الاعتذار، يعني أنساني وما أنسانيه إلا الشيطان، كان يعني من باب الاعتذار، يعني مش من باب الاعتراف بإيه بالتقصير، من باب الاعتذار. باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. كان في مذهب عند التابعين يقول لك لا يجوز تقول سورة البقرة، لكن تقول السورة التي يذكر فيها البقر، ما تقولش سورة آل عمران، تقول السورة التي يذكر فيها آل عمران. في مذهب من بعض التابعين قالوا، الإمام البخاري بيرد عليه لهم لا لا بأس تقول سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة القصص، وهكذا. فهمت؟ لا بأس بهذا. وعن أبي قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة، ما قالش السورة التي يذكر فيها البقرة، النبي قال الآيتان التي إيه من آخر سورة البقرة، يبقى النبي سماها سورة البقرة. واضح؟ من قرأ بهما في ليلة كفتاه، وعشان كده احنا بنحطها في أوراد الصباح والمساء، وموجودة في الوظيفة الزروقية وفي أوراد الصباح والمساء، الإنسان يقرأ إيه آخر آيتين من سورة البقرة صباح مساء. وعن أبي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن حديث المسوري ابن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان، ما قالش اللي يذكر فيها الفرقان، قال سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث ده قرأناه قبل كده، فكدت أساوره في الصلاة، يعني أسب عليه وإيه وأقبض عليه وهو في الصلاة، فانتظرته حتى سلم فلببته، يعني شددته من ثيابه من أمام صدري كده، جمعت ثيابه من أمام صدره وإيه وجره أمامه زي اللي قبض عليه كده يوديه للنبي صلى الله عليه وسلم، فلببته فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو أقرأني هذه السورة التي سمعتك
يعني بقراءة تانية. فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوده، فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وإنك أقرأتني سورة الفرقان. كل الحديث ده جايبه على شكل سورة الفرقان سورة الفرقان سورة، بغض النظر عن القصة، استدلال على جواز إطلاق إيه سورة البقرة، سورة القصص، سورة الفرقان، سورة هود، سورة مش اللي يذكر فيها هود واللي يذكر فيها البقرة زي ما قالوا إيه بعض التابعين، فهمت؟ فقال يا هشام اقرأها، فقرأها القراءة التي سمعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأتها التي أقرأنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. دل على أن النبي كان يخص بعض الصحابة بقراءة ويخص صحابي آخر بقراءة تانية، ما كانش بيجيب صحابي يقرأ له القرآن بكل القراءات حتى لا يرهق عقله وذهنه، لكن كان يخص بعض الصحابة بقراءة ويخص آخرين بقراءة، يخص آخرين بقراءة وهكذا. جاء بعد كده بقى أي سيدنا عثمان بن عفان جمع المصحف وكتبه بطريقة تصلح على جميع القراءات، ودي برضو فعل سيدنا، لأن لو شلت النقط ما كانش فيه لسه نقط ولا فيه تشكيل، فكان كتبه بطريقة تصلح على جميع القراءات. ثم بعد ذلك القراءات حفظت بالتلقي بالتواتر بعد كده. وعن أبي قال حدثنا بشر بن آدم قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا، ما قالش من السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. باب الترتيل في القراءة. الترتيل معناه إيه؟ أنك أنت تقرأ بفواصل إيه جميلة كده. يقول لك إيه فم مرتل، يعني إيه مرتل؟ يعني الأسنان جنب بعضها كده، ما فيش سنان راكبة على بعض ولا أسنان مفرطة، يبقى مرتل يعني مرتب جميل، يبقى الترتيل هو الترتيب مع الجمال. باب الترتيل في القراءة. وقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وقوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يبقى تقرأه على الناس على مكث بمعنى رتل، يعني معناه بتؤدة. تقرأه على الناس على مكث يعني بتؤدة، يعني بلغة المصريين بالراحة شوية شوية مش بسرعة عشان الناس تستوعب، فهمت؟ وما يكره أن يهذى كهز الشعر. آه ما ينفعش تقرأ القرآن بقى بطريقة هز الشعر. تاب الله عليكم. في ناس بتقرأ بالطريقة دي لدرجة تقعد تسمع تلاقي همهمة وبس عايز تعرف بس ولو كلمة عشان تعرف هو بيقرأ في أي سورة. آه ده منهي عنه بقى، ما ينفعش الطريقة دي، حرام. مش مكروهة، حرام، فاهم؟ يعني هو قاعد يقرا قران وبياخد اثم، يبقى يقعد يسكت احسن، فاهم؟ فايه ما يقراوش كهذ ايه الشعر. يعني يفرق يفصل، اللي هي فرقناه يعني ايه؟ يعني يفصل، اللي يفرق يفصل. قال ابن عباس فرقناه فصلناه. وعن ابي قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا مهدي ابن ميمون قال حدثنا واصل عن أبي وائل عن عبد الله قال غدونا على عبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال رجل قرأت المفصل البارحة، امبارح في الليل قريت المفصل كله. ايه هو المفصل؟ من الحجرات للآخر، وقيل من الفتح للآخر، مذهبان كويس. قرأت المفصل البارحة يعني حوالي 5 أجزاء في ليلة كده. ايه ده؟ فقال هزا كهز الشعر، انت بتقرأ بقى زي اللي بيقروا كده بدون فهم وبسرعة وعدم عدم مراعاة الأحكام. إنا قد سمعنا القراءة وإني لأحفظ القرآن. احنا سمعنا القراءة من النبي مفصلة بالراحة،
واني لاحفظ القرناء، يعني ايه السور اللي كان النبي يقرن بينها في ركعه واحده. كان ساعات في ركعه واحده النبي يقرا ايه سورتين مع بعض، سورتين مع بعض يقرن بينهم. واني لاحفظ القرناء التي كان يقرا بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سوره من المفصل وسورتين من آل حاميم، اللي هم ايه اللي هم من الحواميم، يعني الدخان وقيل الجاثيه. الحديث ده تعرفه، هي القرناء بقى تعرفه سنن ابي داود، كأن الامام البخاري اشار الى حديث سنن ابي داود بإشارة هذا الحديث، لانه لم يصح الحديث على شرطه باسناد ابي داود. فاهم؟ احنا قريناه في سنن ابي داود، وانا جبته لك علشان اقوله لك افكرك بيه، من سنن ابي داود في كتاب شهر رمضان الباب السادس حديث 98 بعد 300 والالف في سنن ابي داود، بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة، الرحمن والنجم يقرون في ركعة، يجمع بين الرحمن والنجم، والتانية القمر والحاقة يقرأهم في ركعة، والتالتة الطور والذاريات في ركعة، والرابعة الواقعة ونون اللي هي القلم في ركعة، والخامسة المعارج والنازعات في ركعة، والثالث المطففين وعبس في ركعة، والسابع المدثر والمزمل في ركعة، والثامن الإنسان والقيامة في ركعة، والتاسع عما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والعاشر الدخان والتكوير في ركعة. قال أبو داود هذا تأليف ابن مسعود رحمه الله. يبقى إيه؟ كأن الإمام البخاري أشار لهذا الحديث بتاع سنة أبي داود، بس هنا إشارة عابرة، اللي هو يبين لك إيه القرائن اللي كان النبي بيقرن، السورتين اللي كان يقرنهم في ركعة. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قولي لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، يعني كان يبقى بيحرك لسانه وسيدنا جبريل بيقرأ كأنه بيقرا معاه، او بيقرا اللي قاله له علشان خايف لا ينساه، يحتمل المعنيين، يا اما بيقرا معاه يا اما بيقرا اللي قاله له وهو بيسمع الجديد، فده يبقى ايه صعب على نفسه انه يراجع الجمله السابقه وهو بيسمع جمله جديده. فقام ربنا سبحانه وتعالى يسر عليه الامر وقال لا تحرك به لسانك لتعجل، ان علينا جمعه في قلبك وقرانه على لسانك، احنا هنعينك على هذا. لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرانه، يعني جمعه في قلبك وقرانه على لسانك، فاذا قراناه يعني على لسان جبريل فاتبع قرانه، يعني اسمعه كده ولا ترهق نفسك، فإذا أنزلناه فاستمع، ثم إن علينا بيانه، قال إن علينا أن نبينه بلسانك، قال وكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. باب مد القراءة، كان النبي يحب إيه يقرأ قراءة مادة علشان يدي فرصة للسامع يستوعب. وعن أبي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم الأزدي قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا، يعني يقرأ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، أو مد عار للسكون، أو شايف الحمد لله رب العالمين، أدي إيه يبقى مد مراعاة يراعى فيه كمان قواعد التلاوة. فهمت؟ وعن أبي قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة قال
سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كانت مدة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم، كأنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أحيانا يعمل كده وأحيانا يوصل، يعني أحيانا يقرأ بالوصل وبالوقف في آن واحد علشان يبين للناس علامات الوقف على السكون وعند الوصل علامة الحركة صلى الله عليه وسلم. يعني كانت أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، وكان كل تلقيها بالسماع. باب الترجيع. الترجيع اللي احنا نسميه احنا ايه؟ التجويد بقى. يجي لك الشيخ كده يقعد بقى ايه ويجود بقى، زي الشيخ عبد الباسط والشيخ مثلا الحصري والشيخ المنشاوي والمشايخ الكبار دول الله يرحمه، كانوا يقعد ايه يعيد ويزيد، يقرا الايه ايتين ويروح يعيدهم تاني بطريقه تانيه، ويعيدهم تالت بطريقه تالته، ويعيدهم رابع بطريقه خمسه، وهكذا. ده اسمه الترجيع بقى، واخد بالك؟ اللي احنا نسميه دلوقتي التجويد، علم التجويد. فهمت؟ باب الترجيع. وعنه به قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو على ناقته أو جمله وهي تسير به، وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة، يقرأ وهو يرجع، يعني كل ما يقرأ شوية يرجع يعيدهم تاني من حتة مختلفة، ويعيدهم تالت من حتة مختلفة، ويعيدهم رابع من حتة مختلفة. أدي معنى يرجع. باب حسن الصوت بالقراءة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن خلف أبو بكر قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. سيدنا أبي موسى كان يعتبر بقى إيه؟ عبد الباسط عبد الصمد بتاع الصحابة، صور يعني صوت ما فيش أجمل من كده. بعضهم كان يقول كنت أسمع كأنه عنده معازف، ولا يوجد معازف، يعني صوته طالع منه معازف وهو ما فيش معازف، واخد بالك؟ رضي الله عنه وارضاه. وعنه به قال باب من احب ان يسمع القران من غيره. وعنه به قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي عن الاعمش قال حدثني ابراهيم عن عبيده عن عبد الله رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، لسيدنا عبد الله بن مسعود، قلت اقرأ عليك وعليك انزل، اقرأ عليك، شوف همزة ايه استفهام، اقرأ عليك وعليك انزل، قال اني احب ان اسمعه من غيري. باب قول المقرئ للقارئ حسبك. المقرئ اللي هو طلب منك ان تقرا، والقارئ اللي هو بيقرا، يعني لما اقول لك اقرا علي كذا يبقى انا المقرئ وانت القارئ، فهمت بقى؟ يبقى المقرئ هو الذي طلب القراءه ان يسمع. وعن ابي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن عبيده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرا علي، قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك، يعني كفاية، حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، يعني تبكيان إيه؟ لعظم المسؤولية في الآية، إن النبي هيشهد على جميع الناس على جميع الخلق. باب في كم يقرأ القرآن، يعني كل قد إيه تختم القرآن، هذه في كم يقرأ القرآن. وقول الله تعالى
فاقرأوا ما تيسر منه. وعن أبي قال: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال لي ابن شبرمة: نظرت كم يكفي الرجل من القرآن فلم أجد سورة أقل من 3 آيات. مش ربنا يقول فاقرأوا ما تيسر منه، يعني في الركعة في الصلاة. فابن شبرمة بيقول: طب ايه هو اقل ما تيسر؟ ايه؟ هل يبقى 3 آيات؟ لان اقل سورة في القرآن 3 آيات. فرأي ابن شبرمة ان اقل حاجة تقراها بعد الفتحة 3 آيات، اقل حاجة، لان ايه؟ قياسا على ان اكثر سورة في القرآن هي 3 آيات، اللي هي سورة الكوثر. فقال لي ابن شبرمة: نظرت كم يكفي الرجل من القرآن، يعني في صلاته بعد الفاتحة، يعني فلم أجد سورة أقل من 3 آيات. فقلت: لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من 3 آيات. قال علي: قال سفيان: أخبرنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد، أخبره علقمة عن أبي مسعود رضي الله عنه: ولقيته وهو يطوف بالبيت فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. كأنه بيرد على ابن شبرمة. ابن شبرمة قالك إيه؟ يقرأ 3 على الأقل. قال لك: طب ما النبي بيقول لك اللي يقرأ آيتين بس من سورة ال... فهمت إزاي؟ كأنه بيرد على إيه؟ على اجتهاد ابن شبرمة بحديث نبوي. فهم؟ شوف أدب الرد. مش يقول له: لا أخطأ، وابن شبرمة أخطأ، والحديث مش عارف إيه، وضل ومضل. ما يقولش كده خالص. هو يروي رأيه، وبعديه يجيب لك حديث مسند تاني يناقض رأيه بهدوء، والحكاية هادئة كلها. لكن إيه؟ التشنج بتاع الوهابية في مناقشة الخصوم ما كانش موجود. وعن أبي قال: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب. يعني عبد الله بن عمرو اللي هو إيه؟ أبو عمرو بن العاص. كان الفرق في السن بينهم إيه؟ 11 سنة. فكان كأنه أخ، يعني صديق أبوه كده، يعني كأنه الاثنين أقران. فأبو عبد عمرو بن العاص قال لعبد الله: أنا هجوزك بنت محترمة، تعال. راح مجوزها له. كويس. ومر بعد فترة بقى بيتفقد أحواله. قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، فكان يتعاهد كنته. كنته يعني زوجة ابنه. زوجة الابن تسمى كنة. كنة يسموها إيه؟ كنة. فكان يتعاهد كنته، يعني زوجة ابنه، فيسألها عن بعلها. فرأي يروح يسألها: ابني عامل ايه معاكي؟ اخباره ايه معاكي؟ كويس ولا يعني يسألها اخباره ايه؟ فتقول: نعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا مذ اتيناه. قالت له: نعم الرجل، هو فاضي للستات. ده راجل طول النهار ما شاء الله حاجة كده، مشغول في الطاعات والذكر. نعم الرجل، ولا قرب لي ولا عمل حاجة خالص معاي. واخد بالك؟ كلام بأدب يعني. فلما طال ذلك عليه، يستنى يومين ثلاثة ويروح يسألها، تجاوبه تاني. يستنى أسبوع ويروح يسألها، تجاوبه تالت. الله، الواد ده مش عايز يقرب لها ليه؟ فراح بقى إيه؟ اشتكى للنبي. فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: القني به، يعني ايه؟ خليني قبله. فلقيته بعده فقال: كيف تصوم؟ انت بتعمل بتصوم ازاي يا عبد الله؟ قال: كل يوم اصوم، كل يوم يا رسول الله. قال: وكيف تختم؟ قال: كل ليله. الله، طب طبعا بقى مش هيبقى فاضي، صايم كل يوم ويختم القرآن كل يوم. الله. قال: صم في كل شهر 3 واقرأ القرآن في كل شهر.
قال قلت أطيق أكثر من ذلك. يبقى أقل حاجة النبي قالها له إيه؟ يختم القرآن مرة في الشهر، يعني جزء في اليوم. ماشي. على فكرة اللي يواظب على القرآن جزء في اليوم ما ينسوش بعد ما يحفظه، بس يواظب. يواظب، مش يمشي لي جزء في اليوم وسنة وبعدين يقعد له سنتين ما يعملش حاجة وبعدين يرجع تاني، ما ينفعش. كل يوم جزء كده زي الساعة، وجزء في اليوم في الصلاة، مش جزء في اليوم وقاعد فاتح المصحف قدامه، لا، يصلي بجزء في اليوم من صدره. فهمت ازاي؟ عمره ما ينسى. لكن الافضل يبقى جزئين، والافضل يبقى ثلاثة، وافضل الافضل يبقى كل اسبوع ختمة. ده كلام الشيخ عبد الحكيم عبد السلام قاطر رحمه الله، شيخي في القرآن. افضل الختمات كل اسبوع. لو ختمت القرآن كل اسبوع 83 ختمة لا تنساه ولو تركته. دي وصفة مجربة عن المشايخ، الشيخ الزيات قال له كده وهو جربها وعاش بيها. يعني يختم القرآن كل اسبوع 83 ختمة متتالية كل اسبوع. يقول لك بعد كده حتى لو تركته ما تنساهوش، خلاص انطبع بقى، خلاص بقى كأنه تقرا حتى وانت بيكبس عليك انه ما تغلطش. واخد بالك؟ كنا نشوف الشيخ عبد الحكيم اما يصلي بينا التهجد في رمضان تلاقيه نايم، نايم بيقرا وهو نايم، لانه تهجد بقى قبل الفجر وهو كان شغال طول النهار، وتلاقيه ما نامش، يبقى نايم وباين من صوت نفسه انه نايم، لكن ما يغلطش يا اخي جوه الصلاه. يعني باين من صوت نفسه انه نايم، يعني وهو بعد ما الصلاه يقول ايه؟ بيقول انا بقرا لكم القران وانا بين النوم واليقظه. لانه بيبقى تعبان طول النهار وسهران، ويجي بقى ايه يصلي بينا بالليل وما نامش، لانه ايه اللي يختمه كل اسبوع الكميه دي، خلاص حتى لو اراه هو شبه نايم ما يتلخبطش فيه برضه. فهمت؟ فهنا النبي ابتدى له الاول، قال له كل شهر كويس، اختمه كل شهر يعني جزء في اليوم. قال قلت اطيق اكثر من ذلك. قال صوم 3 ايام في الجمعه. طب تصوم 3 ايام في الاسبوع، يعني في الجمعه يعني في الاسبوع. قلت اطيق اكثر من ذلك. قال افطر يومين وصوم يوما. طب بلاش تفطر يومين وتصوم يوم. قال قلت اطيق اكثر من ذلك. قال صم افضل الصوم، صوم داود، صيام يوم وافطار يوم، واقرا في كل 7 ليال مره. الختمه الاسبوعيه اللي قلت لك عليها، يبقى رد هو للختمه الاسبوعيه. وغالب الصحابه كانت ختمتهم اسبوعيه، غالب الصحابه ختمتهم اسبوعيه، وأقل ختمة يعرفها الصحابة كل شهر. كويس؟ وأقرأ في كل 7 ليال مرة، فليتني قبلت رخصة رسول. بيقول كده بعد ما كبر في السن بقى وتقدم به الحال، بيقول يلتني فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك أني كبرت وضعفت. فكان يقرأ على بعض أهله السبعة من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل. يعني كان إيه؟ يراجع بالنهار اللي هيصلي بيه بالليل. وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى، ويعد الأيام اللي افطرها ويرجع يقضيها تاني، وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال أبو عبد الله وقال بعضهم في 3 وفي 5 وأكثرهم على 7. وعن أبي قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان. أنا كنت أشوف مشايخ كتير من مشايخي كانوا يختموه كل 3 أيام 10 أجزاء في اليوم برغم ما شغل، بس كانوا ميزتهم بقى إيه؟ كل ما يبقى قاعد لوحده شغال على طول، يخلص فورد يجي له ناس يقعد يكلمهم ينصرفوا يعني يشتغل هو في ده، ما عندوش بقى لا يدخل على الواتس ولا يدخل على مش عارف ايه، ولا يضيع وقته مش عارف في التلفزيون، ولا يقعد يقلب في القنوات، ولا يقعد يتمطع كده، ولا يقف على الناس يتشارع، ولا يمص قصب، ولا يزقز لب، ولا الكلام اللي هي ايه يضيع الوقت ده. فهمت؟ كان حياتهم كده على طول رضي الله عنه. وعنه به قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو
قال للنبي صلى الله عليه وسلم: في كم تقرأ القرآن؟ وعن أبي قال: حدثني إسحاق قال أخبرنا عبيد الله عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال: وأحسبني، قال: سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. قلت: إني أجد قوة. حتى قال: فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والقراءة اللي هي على سبع دي كان يسميها ايه المشايخنا فمي مشوق، يسموها ايه؟ فمي مشوق. فمي الفاء الفتحة والميم المائدة، يبقى أول يوم يقرأ من الفتحة يقف على أول المائدة، يعني يقرأ من الفتحة لحد آخر النساء، كويس؟ دي أول يوم. فمي، وبعدين ميم ياء، يبتدي لتاني يوم من المائدة الميم المائدة والياء يونس، يقف عند أول يونس، أدي معناها فمي. يبقى تاني يوم من المائدة إلى يونس، وبعدين مشوق، فمي مشوق يونس لمريم، فهمت؟ يونس لمريم، ده تالت يوم. مشوق من مريم للشعراء رابع يوم، مريم إلى الشعراء، الشين اللي هي إيه؟ الشعراء. شوقوا، وبعدين خامس يوم من الشعراء والصفات لحد الصفات. مشوقوا، فهمت بقى؟ يبقى الشين الشعراء والواو الصفات. وبعدين سادس يوم من والصفات إلى قاف، شوقوا. طب وسادس يوم من قاف للآخر، سبع يوم بقى من قاف للآخر، فهمت؟ فمي مشوق، فهمت الطريقة دي؟ لو مشيت على فمي مشوق 83 ختمة، بس بعد ما تحفظ القرآن الأول، الأول احفظ القرآن اختمه، بعد كده ابتدي بقى راجع في كل أسبوع فمي مشوق 83 ختمة، خلاص بقى براءة، هتلاقي نفسك إيه القرآن ده عندك زي الفتحة، فهمت؟ مفيش، ما تختلطش عليك حاجة. نسأل الله أن ييسر لنا ذلك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.